السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير وبصحة جيدة. مشكل الفيديوهات والصور التالفة أو التي تحتوي على مشاكل كالانقطاع في الصورة أو بث شاشة سوداء طوال الفيديو، سواء كان الفيديو أو الصورة ملتقط بالهاتف أو الكاميرا أو تم تحميله من على الإنترنت. إذن هنا سأعطيك حل لهذه المشاكل وفي برنامج واحد وبضغطة زر واحدة. إذا كنت مهتم بالموضوع اعطينا اشتراك في القناة، وبسم الله نبدأ حلقتنا. أول شيء تثبت البرنامج اللي راح تلقى رابط تحميله أسفل هذا الفيديو أو في صندوق الوصف. بعد ما تثبت البرنامج بشكل عادي، يطلب عليك فتح حساب بالإيميل الخاص بك عن طريق الضغط على Sign Up. أنا فتح حساب من قبل لذا سأختار Log In. واجهة البرنامج بسيطة جدا. البرنامج Ultra Rapid من iMyPhone يحتوي على خدمتين أساسيتين أو رئيسيتين: إصلاح الفيديوهات التالفة وإصلاح الصور التالفة. إذا نختار إصلاح الفيديوهات Video Repair، ثم نضغط على Add Video، ثم بعدها نحدد الفيديو الذي يحتوي على مشاكل كالذي معي يحتوي على تقطعات، ثم نضغط على Repair. بعدها نضغط على Save لحفظ الفيديو. بعد تصليح الفيديو يشتغل بشكل عادي. كان هذا فيديو اليوم، لا تنسوا ضغط زر اللايك إذا أعجبك الفيديو واستفدت منه. كان معكم أصيل، دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.